بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، وصباح الخير على دكاترتي وأساتذتي المبجلين، وصباح الخير على الجراديوتس تو بي إن شاء الله. أنا اسمي أميرة محمد، 25 سنة، أنا خريجة كلية البنات دفعة 2017، وكنت الخامسة على دفعتي. أنا خلصت التمهيدي في اللينجويستكس من كلية البنات 2018. حاليا أنا بحضر ماي ماستر ديجري في الأكاديمية البحرية فرع شيراتون، وده تالت ترم ليا، وهانت ناقص ترم إن شاء الله وخلص. أنا حاليا بشتغل كمعيدة في كنديان انترناشونال كوليدج اللي هي الـ CIC فرع الشيخ زايد. هي ليها فرعين، فرع في التجمع وفرع في الشيخ زايد. احنا بندرس في الجامعة General English و Specific English like for business and for engineering، لان احنا بندرس لكليتين business ويعني وهندسة. وانا بصراحة جاية اقول لكم على شوية حاجات كده، لو حد حابب ان هو ان شاء الله يكمل في التدريس الجامعي ويكون هو ده الباشن بتاعه، هو حابب ان هو يعمل ده من هو لسه حتى يعني still student، حتى لسه في الجامعة. انا بصراحه كان ده حلمي من وانا قد كده، وعايزه ابقى يعني معيده في الجامعه وادرس للطلاب. anyway خليني ابدا معاكم بالحاجات اللي انا ابتديتها في مستقبلي. انا لحد ما ابتديت بدري شويه من وانا ثالثه ثانوي، اكتلي حبيت ابدا خطوات، وخدت دبلومه، كانت دبلومه كامبريدج فور انجلش لانجويج، قبل حتى ما اعرف انا هبقى ميجر ايه. بس دي للاسف هو المكان اللي انا كنت باخده فيها، هو حاليا از كلوزد. بس هقول لكم على حاجات تانية يعني ان احنا نبتدي بيها. انا كنت بشتغل من وانا في اولى جامعه كانجلش انستراكتور وكانجلش برايفت تيوتر، وفي شويه كورسز كده خدتها وانا لسه ستودنت، منهم كورس كان اسمه Arabization and Localization، وده من شركه اسمها Arabize، وهي المقر بتاعها في رابعه العدويه. تقدروا تعملوا عليها سيرش وتقدروا تسالوني عنها يعني، واقدر اديكم الارقام بتاعتها. هي مش ترانسليشن، هي اللوكاليزيشن والارابيزيشن حاجه زي الترانسليشن، بس اتس نوت بيور ترانسليشن، يعني مش تكست وقاعدين بنترجمها، ساعات بتبقى ويب سايتس. كمان خدت كورس الترانسليشن كان من الاي سي، والتافل برضه من الاي سي. وبعدين خدت كورس بانكينج. اي نو هو مش ريليتد شويه للفيلد بتاعنا، بس انا كنت حابه افتح لنفسي كذا اوبشن. كورس البانكينج ده خدته من المعهد المصرفي برضو، ده في رابعة عند تيبا مول. وخدت كورس الايلز والتويفل، خدتهم عندنا من اكشلي من كلية البنات، وخدتهم تاني بعد كده تبع الاي سي. طيب احنا محتاجين نعمل ايه عشان نعرف نشتغل في جامعة؟ اذا كنا تعيننا في جامعة حكومة، او اذا كان هدفكم انتوا ده حلمكم بس لا قدر لو ما توفقتوش وما تعينتوش في جامعة حكومة، فdon't give up ever. في كذا جامعة خاصة موجودة، وكل سنة بتفتح جامعات كتير جدا، والسنة دي حوالي فتح 3 جامعات جدد، واحدة منهم في المنوفية والعاصمة الادارية، واحدة في شرم الشيخ تقريبا. طيب هنشتغل على السي دي، فمحتاجين نعمل ايه بقى عشان ابقى داخل الجامعة دي بكل ثقل وواثق من نفسي وواثق ان انا هتقبل؟ مبدئيا الجامعات بتبقى محتاجه ان انا يبقى السي في بتاعي تقيل من حيث الكورسز ومن حيث يعني الاكاديميك انفورميشن بتاعتي. طيب هنعمل بري ماستر، طب انا مش حابب ان انا اعمل بري ماستر، او مش عايز اخد البري ماستر، او مش عايز اخد الماسترز اصلا، طب هنعمل ايه؟ هتاخد حاجه اسمها السلتا، وبنكمل بعديها وبناخد الدلتا، بس ده بناخد موديول 1 من الدلتا. السلتا دي ايه بيقدمها؟ السلتا دي بيقدمها اربع اماكن اكشلي في مصر. احنا عندنا اول مكان في فيوتشر يونيفرسيتي، فده في التجمع الخامس. عندنا بريتش كونسل بتقدم السلتا، عندنا فارس يونيفرسيتي ده للناس اللي اسكندريه بالنسبه لهم قريبه، وعندنا ريتش اوت اكاديمي دي لسه واخده اكريديتيشن للسلتا يعني، هي برده بتقدمه. كل مكان من دول عنده الكورس بيقدمه ك اونلاين وك فيس تو فيس. في كمان دبلومة الفلت، ودي أنا خدتها من الاي سي قبل ما أقدم على شغلي في السي اي سي، ودي بتبقى في شهر 8 بتفتح، وبيفتح منها كمان scholarships which means for free، تقدروا تقدموا عليها وتتقبلوا فيها إن شاء الله. أنا خلصتها في شهر 9 وقدمت في السي اي سي اتقبلت. ايه كمان؟ ياريت نبقى عندنا awareness ان الجامعات الخاصة او عامة الجامعات بتعوز paperwork كتير جدا. فpaperwork means that I need to take the ICDL، لان احنا بنشتغل word و excel للexams والشغل paperwork عامة، فلازم يبقى عندي خبرة في الICDL، في الانترنت ازاي اقدر اطلع information،
لازم ابقى عندي كمان awareness ببلومز تاكسونومي عشان حتى الامتحان لازم يبقى بكريتيريا معينه، وده ساعات بيسالوا عليه في الانترفيو وفي الديمو اللي بنقدمه. حاليا كمان بما ان كل حاجه بسبب الكورونا اتقلبت اونلاين، فلازم يبقى عندي awareness ب how to teach face to face and online teaching. في كورسز الاونلاين تيتشنج بتقدمها حاجه مكان اسمه Nothing Hill وريتش اوت اكاديمي، والاي سي حاليا دلوقتي بتقدم بورد كورس بخصوص الاونلاين تيتشنج، وفي طبعا كورسز كتير اونلاين تقدروا تتبند اون ات. دي حاجات بسيطه من اللي انا اقدر اساعدكم بيها، ولو في اي سؤال يعني I will be waiting for your questions. Thank you and good luck.